من مقر الأمم المتحدة أطل المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد معلنا أن اليمن الآن أقرب إلى السلام من أي وقت مضى. اليمن اليوم على مفترق طرق، أحدها يوصل اليمن إلى السلام وغيره يقود البلاد إلى هوة أمنية وإنسانية من الضروري الابتعاد عنها. لتفاؤل ولد الشيخ ما يبرره ولتشاؤم البعض مما سيتمخض عن محادثات مرتقبة في الكويت ما يبرره أيضا. الحقيقة غير متفائل، وهذه كلها مراوغات سياسية حتى يحصلوا على أهداف غير محققة أصلا لهم. إعلان ولد الشيخ أحمد بانطلاق محادثات السلام يوم الاثنين المقبل أعقب دعوات علنية وضغوطا في الكواليس من الولايات المتحدة ودول عدة لتحديد تاريخ المحادثات. حدد أيضا جدول أعمال اللقاء لكنه لم يحدد المدة التي سيستغرقها. وبينما لم يتطرق المبعوث الدولي إلى مصير الرئيس المخلوع شدد على أن أولوية المحادثات هي الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال معونات الإغاثة. أما عن فرص نجاح أو فشل المحادثات فاكتفى ولد الشيخ أحمد بالقول إن النجاح سيتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق، كما سيتطلب دعما إقليميا ودوليا في إشارة منه إلى أن طريق السلام صعب لكنه في متناول اليد. آمل أن يستمر دعم هذا المجلس الموقر لليمن ولمشروع السلام في الأسابيع الحاسمة المقبلة خلال المحادثات وبعدها. الحكومة وعبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني قالت إنها توقعت من الإنقلابيين أن يفرجوا عن آلاف المعتقلين كإظهار لحسن النوايا قبل المشاورات، لكنهم لم يكونوا عند مستوى المسؤولية كما لا زالوا مستمرين في محاولات فتح جبهات جديدة في عدد من المحافظات. وحتى مع بدء وصول بعض الوفود إلى الكويت ومرور أسبوع على سريان اتفاق التهدئة لا شيء يؤكد التزام الميليشيا بجهود الأمم المتحدة، حيث لا تهدئة على الأرض ولا في حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية بالحرب، حرب يعتقد المبعوث الأممي أن حظوظ التوصل إلى تسوية سياسية بشأنها هذه المرة أكثر من ذي قبل. رسميا يقول ولد الشيخ أحمد أن القرار 2216 هو المرتكز الأساسي بالنسبة للمفاوضات اليمنية. يتضمن القرار 5 محاور هي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية وانسحاب الميليشيا والمجموعات المسلحة وتسليم السلاح للدولة وإعادة مؤسسات الدولة وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين. وإذ تغلب على ملامح التسوية المقترحة روح التقارب الحاصل بين القوى الدولية، يبدو أن نتائج المحادثات لن تتسع أكثر لطموحات وأهداف اليمنيين. وبعد أكثر من 6000 قتيل وما لا يقل عن 2 مليون مشرد بحسب إحصاءات سابقة، هل الخيار الآن فقط في اليمن بين سلام مر وآخر أمر؟